أهم فترة توقف دولية في آخر 4 سنين بالنسبة لنا، اللي إن شاء الله مستنيين فيها تذكره التأهل لمونديال 2022 اللي هيكون في قطر. ما عندناش صحيح ماتشات للأهلي وما عندناش حاجات عن الأهلي، لكن في كلام مهم عايزين نتكلم عليه في فترة التوقف دي، سواء بالنسبة لراحة النادي الأهلي أو بالنسبة لتصريحات هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا. طبعا مستر بيتسو موسيماني ادى اجازه للاعيبه النادي الاهلي لمده 8 ايام، وده كالعاده طبعا اي حاجه مستر بيتسو بيعملها الناس بتقف عندها وقفه طويله جدا. خلينا نتكلم على ان النادي الاهلي طبعا يعني تقريبا في اخر 3 او 4 مواسم الدنيا كلها داخله في بعض، باستثناء طبعا فتره التوقف بتاعه الكورونا اللي كانت طويله جدا وما كانش فيها تدريبات ولا فيها اي حاجه، لكن بعيدا عن الفتره دي كانت كل البطولات والاوقات كلها بتخش في بعض، بنخرج من الموسم المحلي بنخش في الموسم الافريقي، بنطلع على كاس عالم، بنطلع على توقف دولي، عندنا لعيبه دوليه كتير بتكون موجوده وصعب جدا ناخد راحه. مستر بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره عودنا ان في فترات التوقف الطويله بيدي لعيبته راحه من التدريبات نهائيا لايام طويله، الفتره دي عندنا 8 ايام راحه، وده طبعا يعني ضايق ناس كتير جدا، لكن خلينا نقول ان اخر مره مستر بيتسو ادى لعيبه النادي الاهلي 12 يوم راحه في فتره كانت قريبه من دي، النادي الاهلي كان بيشارك في دوري ابطال افريقيا وكان قبل مباراه مهمه في نص النهائي وقدر يكسب الترجي رايح جاي وبعدين يكسب البطوله العاشره. فخلينا اقول لكم ان يعني مستر بيتسو موسيماني الراجل عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، واحنا عندنا ظروف وعندنا حاجات خاصه جدا بالنادي الاهلي ما ينفعش نقارنها ببقيه الانديه او بالناس التانيه. الراجل نفسه اتكلم قبل كده عن حته الاجازات الطويله دي وليه بيديها، وان هو عنده يعني حته كده بيبقى عارف لعيبته عندها اسر وعندها اولاد وعندها عائلات محتاجين يقضوا بعض الوقت معاهم، وده بالمناسبه بيفرق كمان مع لعيبه النادي الاهلي في الماتشات اللي بيقدوها. خلينا نشوف مستر بيتسو موسيماني قال ايه ونرجع مره ثانيه. When did سولايا and سيناوي and all that see their families when؟ امتى سولايا واللعيبه دي هتشوفها؟ Children they haven't seen their children for 6 weeks. I mean for 2 months. And then somebody says, oh, you give the players off. شاهين ما شافش ولادهم وعائلاتهم، لكن حد يجي يقول لك بديهم يومين. Sometimes we talk from nowhere. نتكلم بس من غير يعني. I mean really? I'm a human being, I've got children also. أنا إنسان برضو عندي أطفال. نروح بقى من هنا من ملعبنا الأهلي والسلام لجنوب أفريقيا، وتحديدا للمؤتمر الصحفي بتاع مستر هوجو بروس المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا. الراجل الحقيقة اتكلم وقال يعني حاجات أنا شايفها هي بالدين وهو مش بالدين بيرسي تاو. قال إن بيرسي تاو محتاج يقعد تقريبا 6 شهور يتدرب بس وما يلمسش كورة، عشان كل ما بستدعيه بيكون مصاب. راجل يعني بيقول حاجات أنا شايف إن هي بالدين وهو. أنت دلوقتي آخر مباراة لعبها بيرسي تاو مع النادي الأهلي كانت مباراة المريخ السوداني، شفنا طبعا بيرسي تاو سجل الهدف الأول في الشوط الأول للنادي الأهلي في المباراة اللي حسمناها ب3-1، وبعد كده بيرسي تاو اتفاجئنا إن هو ما نزلش الملعب مع الفريق مع بداية الشوط الثاني. أنا كمدير فني أول حاجة هعملها أو كجهاز المفروض بتابع لعيبتي كلها، وعلى حسب تصريحات الراجل نفسه اللي خلينا نشوفها يعني ونرجع مرة تانية نشوف هوجو بروس قال إيه ونرجع مرة تانية. So Percy will not be there. He's again injured. It becomes a little problem with Percy. As since I'm here in September, he had the problems with his transfer to Al Ahly. So he wasn't ready for the 2 games, but he played it. I think for Percy, it would be good that he would train now for 6 months and no playing, just because the basic, his physical basic is not good. الراجل بيتكلم على بيرسي تاو بيقول ان هو محتاج 6 شهور يقعد يتمرن بس وما يلمسش كورة، وقال كمان ان بيرسي تاو مصاب من 8 شهور. بيرسي تاو اللي واحد من هدافين الدوري المصري الموسم ده واللي لسه مسجل هدف في المريخ السوداني، الراجل بيقول عليه مصاب من 8 شهور. خلينا اقول لكم ان سبب اللي حصل ده كله هو غلط او خطا يعني من الجهاز الفني المنتخب جنوب افريقيا، اللي هو ما اتاكدش من حاله بيرسي تاو قبل ما يتم استدعائه للمنتخب. بيرسي تاو حصل على اجازه مدفوعه الاجر من الاتحاد الجنوب افريقي بعد ما تم استدعائه للمنتخب، وهناك اكتشفوا ان هو مصاب، والراجل دلوقتي موجود في بلده بيقضي اجازه ووقت لطيف، وهيرجع ان شاء الله مره تانيه للنادي الاهلي.
وقبل ما نختم بنفكركم بإجابة سؤال الحلقة اللي فاتت اللي هو بالمناسبة كانت الإجابة كابتن علاء ميهوب طبعا، وفي ناس كانت بتخش في التعليقات بتقول لي يا عم انت ناقص تقول ان اول حرف من اسمه هو علاء ميهوب. يعني خلينا اقول لكم ان الهدف من الفقرة دي هو ان احنا بنفكر الاجيال الصغيرة والناس اللي ما شافتش اجيال كتير جدا من النادي الاهلي ان هي تفتكر حتى لو يعني شافت في التعليقات مش عارفة الإجابة او عارفة الإجابة وممكن تطلع بمعلومة جديدة منها، تعرف كتير عن أجيال النادي الأهلي وعن تاريخ النادي الأهلي. فيعني سامحوني لو الأسئلة بتيجي سهلة شوية أو معروفة لبعضكم، دي يعني موجهة لناس مش عارفة قوي أو محتاجة تعرف أكتر عن تاريخ النادي الأهلي. نروح بقى لسؤال حلقة النهاردة هو عن واحد من نجوم أحد الأجيال الذهبية في تاريخ النادي الأهلي. الراجل ده ما كانش مصري لكن إحنا كنا بنعتبره واحد مننا، هو تقريباً قضى معظم حياته في مصر، والراجل ده يعني درس الهندسة واكتشفه هيدي كوتي واشتغل مع الجهاز المعاون لمستر ألان هاريس في التسعينات. الراجل ده لعب مع مصطفى عبده والخطيب ومختار مختار، وتوج بالدوري 5 مرات وبكاس مصر 3 مرات، وكان واحد من اللي كسبوا أول لقب في تاريخنا في دوري أبطال أفريقيا. مستنيين إجابتكم عن سؤال حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة، ويلا يا أهلي.